ومن يوجه سلاحا غير السلاح الشرعي فسيقابل بالسلاح. ولكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ولا أريد أن يمسه المواطن لا من عرض المواطن الآخر ولا من ماله ولا من عرضه ولا من مكانته. هذا ما حصل ليس انقلابا، وأكره الانقلابات. وأن يعد من يتحدث عن الانقلاب، ما معنى الانقلاب؟ كيف يمكن أن يكون الانقلاب بناء على نص دستوري، بناء على القانون، بعد المشاورات؟ لست من دعاة الانقلابات، ولكن أحمل مبادئ الثورة، وأحمل المبادئ التي قام عليها الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس. شغل، حرية، كرامة وطنية. وشكرا لك. Thank you.